قبل فترة انتم شايفين وزارة الإعلام صرحت انه الإعلاميين والفنانين لازم تكون لهم بطايق مرخصة ومطبوعة ومربوطة بأبشر. اليوم وصلت البطاقة عن طريق بريد السعودي، لازم تسجلوا في موقع وزارة الإعلام عشان تتحصلوا عليها. إذا وافقوا عليكم فأنتوا إعلاميين ومهنيين على قولهم موثقين من الدولة. والحمد لله أنا واحد من الناس اللي استلموا البطاقة، حوريكم هي بعد شوية. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نفتح الظرف ونشوف نطلع البطاقة. طبعا ردا على استفسارات الناس عن البطاقة، كيف نعرف انها مثلا موثقة ولا مثلا مزورة؟ عادي اقول لكم بكل سهولة، هنا في باركود تجيب اي جوال، مثلا اي احد يسألك سواء من جهة حكومية او شيء، يقول له بس سوي مسح يطلع لك اللي هو الباركود ده، يدخلك على وزارة الاعلام، حتشوف التراخيص او اسامة الافغاني سعودي ممثل سارية وتاريخ الانتهاء. بكده خلاص هو عارف انه انت فعلا ما انت مزور وانت موثق من الدولة الحمد لله.